الكفاءات المتميزة لابد أن نطمئن على مستقبل هذا البلد. رغم كل ما نواجهه من تحديات وما نشعر به من معاناة وما يحيط بنا من مشكلات. ولذلك اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالتواجد في هذه المناسبة وأهنئ كل الفائزين سواء شخصيات أو مؤسسات، وأتمنى أن نتمكن بس في أقصر وقت ممكن من أن تتجاوز كل ما تعرضت له. أولا أرجو لهذا الوطن نصر حاسم على الإرهاب، ويبدو أننا على مشارف شيء من ذلك. الأمر الثاني الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية، ويبدو أننا بإذن الله على مشارف شيء من ذلك. الأمر الذي أؤكد عليه أن فترة الرئاسة الأولى كانت هي فترة الهاردوير، أي البنية الأساسية كما قال الوزير الكل، طرق، كباري، منشآت، إسكان، مياه، مطارات،